انت ليش جاي لهون؟ لك كسرتوا لي المحل واخذتوا كل الحديد، بس جيت لقلك اني ما بخاف منكم شو ما سويتوا. ما بخاف، بس ما راح قلي الادب معكم على هالشي اللي عملتوه معي. راح احترمكم منشان عمركم. معناتها اسمع كلام الكبار وخذ كل اغراضك ورحال من الضيعة، وانا بوعدك ما حدا يقرب لعندك ابدا وبترتاح. بعدين لا بقى تجي لهون وتجيب معك السرسرية وقليلين الأصل. ليك عم أمجد، ولأني بحترمك مستعد أتخلى عن كل شيء، حتى أني أتزوج من رفاه، بس بترجاك لا تزيد على رفاه هيك، لا تجوزها من شخص هي ما بدها إياه. طالما أنت بتحترمني لازم تحترم رأيي. رفاه رح تتجوز جنكيز. وبنتي وقفت بصفه وما سألت فيي وما سامحتني بنوب لأني جوزتها منه غصب عنها. أنا ندمانة كتير، بس شو فيني ساوي؟ طيب ماشي خالتي. فهمت. نجاتي بيك، بما انكم اجيتوا لعنا ان شاء الله ما رح نردكم خايبين. مبروك نجاتي، انا موافق. مبروك علينا جميعا. وانا ماني موافقه. ايه شو عم تحكي؟ ماني منيح بابا، ما بتجوزوا حتى لو بدك تذبحني. أمي قوموا خلينا نمشي يلا. استني شوي. انت جنيتي شو هالحكي اللي عم تقولي؟ يلا روحي على غرفتك. أمي تركيني، أنا مو غرض تبيعوه وتشتروه على كيفكم. في شي سيد أمجد؟ لا بابا. يا عيني يا عيني، البنت صار لها رأي. والله ما فهمت ليش هيك عمي. فكرات فكرات فكرات، يلا قوم، صارت الدنيا الظهر وحضرتك نايم. يلا قوم لشوف، يلا الفطور جاهز. شرف يا حبيبي. وشو هذا كمان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أمي ليش ما سرقتوا بيض؟ بالله شو؟ ما تقوم حضرتك. بكفي أمي، شو بك؟ ما فيني شي سيد فكرت. شو صار لك من الصبح لكان؟ أنت شو صاير لك؟ تصرفاتك مو طبيعية بنوب. يلا قوموا يا أولاد. يا سلام يا سلام، هذا ابني حبيبي، رح صبر لك شاي. ايه يلا كل حبيبي. وأنا رح آكل بسرعة، أخي يعقوب طالع اليوم. يلا بنتي ما بدنا نتأخر، عجلي شوي. يلا فكرت، وأنت كمان في عندك شغل ضروري اليوم، مو مزبوط لك ابني؟ استنى ابني، يلا قوم لشوف. يلا أوس امسكوا. يلا 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 قول يا رب. يلا لشوف. مرتاح؟ بتعرفوا لازم ارجع فورا على المدرسة. تمام، لأنه تأخرت بدروسي كتير. مو أخذ عقلك غير المدرسة، اليوم بترتاح بالبيت وبكرة على المدرسة، مو هيك دكتور؟ أوس شبك؟ بشو عم بتفكر؟ في شي؟ لا ولا شي عمتي، لا تخافي. أوس عفوا، مع خي يعقوب. تسلم. أوس بدي أحكي معك ضروري. عن إذنكم روح على غرفتي. خاطركم. مع السلامة. مرتاح؟ وإيدك يمكن هيك أحسن. صدقني ما في حل تاني، أنا فكرت
فاروق خلص طول بالك شوي. رفاه وضع كتير صعب يا أوس، رح يجوزوها لجنكيز. هلأ بدك تجاوبني على سؤالي، ما عاد في عندي وقت. أنت رح توقف معي ولا ضدي؟ يلا لشوف. أنت صار لك من امبارح بدون أكل، شربي هاي. أختي اسمعيني منيح، فاروق رح يخطفني. أنت جنيتي رفاه؟ شو هالكلام هاد؟ فكرك رح تنحل المشكلة هيك؟ بعدين أنتو لساتكن صغار، إذا مسكوكن هو بروح على السجن وأنت رح يجوزوكي. أوعك تساوي هيك رفاه. شو ساوي؟ استنى ليجوزوني من واحد ما بحبه؟ والله بقتل حالي. بنتي صدقيني أنا كمان ما كان بدي هالشي، بس شفتي أبوكي شلون. وأنتي لا تاكلي هم، أنا ما رح أخليه جوزك لجنكيز شو ما صار. بنتي بس إذا أنتي رحتي وهربتي مع ابن جورية صدقيني لحتى صير عاملك مثل أبوكي كمان. فاروق ما بيصير، فكر منيح، هالشي مو مزبوط. اسمع مني ولا تساوي هيك عمل طايش، أنا ما فيني ساعدك. طبعا لأنك ما بتفكر غير بتيمة، وأنا ورفاه ما منهمك بنوب، أنت واحد أناني كتير أوس. ليش عم تحكي هالحكي فاروق؟ بدك يعني أنا ساعدك على خطف رفاه؟ لك هي جريمة، ما فكرت شو ممكن يصير فيك وفيها؟ أنت اللي ما عم تفكر فينا بنوب أوس، ما عم تفكر غير بتيمة وبس. مثل ما أنت بتحبها لرفاه أنا كمان بحبها لتيمة، وأنا وعدتها. أنت ليش ما بدك تفهمني؟ أنا هيك رح حطها لتيمة بموقف كتير صعب، ما فيني ساعدك. فاروق فهمني رجاء. وأنا أوس أخوك ما بيهمك أمري، بس لأنك بتحب تيمة رح تضل بعيد وتتفرج شو عم بيصير فينا. إذا عندك حل خبرني، أو لازم تساعدني. شو قلت؟ ماشي فهمت أوس، لعلمك أنا بحبها لرفاه، وما رح خلي أي شيء يوقف الطريق ساعدتنا بنوب، معك أو بدونك. معناتها رح خلي ابني يجي لعندكن ويحدد موعد العرس. ماشي نجاتي، منيح. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أمجد بدي أحكي معك بموضوع مهم كتير. أنا صار لازم روح، عن إذنكم. إذنك معك، مع السلامة. بأمان الله. تفضل بابا. مبروك يا أمجد، من قديم كنتوا تستشيروني بكل شيء، وهلأ الحمد لله عم تجوزوا أولادكم بدون ما تخبروني منوب. بابا صار الموضوع فجأة، كنت رح خبرك. لا الظاهر ما عاد إلي حاجة عندكم، لأنه ما شاء الله عليكم أنتوا عم تاخذوا قرارات صحيحة، مثل انك تجوز بنتك لشخص ما بتحبه. بابا تعرف انا قديش بحترمك، بس نحن مالنا اولاد صغار، كبرنا عم ناخذ القرارات الصح،
مو أحسن ما نخلي فاروق يخطفها؟ يعني بدك هاي حط راسنا بالوحل؟ بابا أنا أخذت قراري، بترجاك سامحني. خلدون شوف طلبات بابا. خير؟ شو بدك؟ اهدى فاروق، بعرف رح تخطف رفاه. انا بدي ساعدك. طيب ما فكر فاروق شو رح يصير فيهم بعد ما يخطفها؟ بعدين كيف بيفكر يورطك بهيك شغلة؟ لا تقلي انك رح تساعده اوس. اوس لا، والله ما بعرف تيما شو بدي ساوي. زواج رفاه لشخص ما بتحبه ابدا كثير شي صعب، وفاروق كمان عن جد الله يعينه. معك حق، مانن مبسوطين، بس لما يهربوا ما رح يكون حدا مبسوط. ومشكلتنا اوس، مساعدتك لفاروق هلأ رح تخليك إنك تواجه بابا مرة تانية. فكر منيح أوس. رجاء أنا ما رح أقدر أتدخل أبداً بين تيمة وأوس. تيما هيك لكان. يلي بيحب ما بيخاف، وانا ما قدرت اوقف ابدا بطريقهم. انت عم تحكي عن جد عمران؟ ما رح يطلع بايدي اي شيء. الله يهنيهم ببعض. فاروق أنا بعرف تماما شو هو الحب الحقيقي، والإنسان بيفديه بروحه، بس أحيانا بتكفيك وردة. مشان هيك أنا رح ساعدك. ما عجبوك الوردات؟ بلا، حلوين كتير. يسلموا إيديك. طيب لكان شو في؟ شو لتكوني مزعوجة مني؟ لا بالعكس، انت انسان طيب كتير، بس انا بصراحة ما بدي نتقابل مرة تانية هون. ليش؟ انا عملت شي غلط؟ فكرة، انا بدي اترك شغلي بالكازينو. بعدين انا حابة اصير ام، بدي اتزوج بالحلال مثل أي بنت في بحياتها شب تتزوج وبتصير أم. بدي اهتم بالشخص يلي بحبه، وبدي نتزوج ويصير عنا أولاد. بدي غير نظرة الناس إلي. عم تفهم علي فكرة ما هيك؟ بهالفترة يلي عشتها معك بتمنى كل حياتي تكون مثلها. أنا بعرف مين أنت، أنت إنسانة رائعة. شكرا فكرة، وأنا من هلأ بدي أفتح صفحة جديدة. يا بتحدد علاقتنا أو ما عاد نشوف بعض. استغربت كتير، فكرة تساوي هيك؟ والله الله يكون بعونها لأختي عليها.
يعني فعلا اللي بيشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته. عاوز هالشي رح يكون سر بيني وبينك ماشي؟ إذا عرفت أميرة بالموضوع ما بيعود إلي عين اطلع بوشها. خلص لا تاكليها. يلا روحي انت. بخاطرك. سالم بدي احكي معك موضوع ضروري. شوفي يا مرة صاير شي بالبيت؟ هذا ابنك اللي صاير له شي يا سالم بيك. في اخبار عم بتقول انه ابنك المجنون عم يخون مرته. والله عن جد يا شلون قدر يسوي هيك؟ والله صار رجال. قوم يا سالم شوف ابنك وين عم يروح. انا ما صدقت بس اذا كان هالشي مزبوط خلينا نحل الموضوع بسرعه قبل ما تدرى عليا. والله معك حق، اذا انفصلوا عن بعضهم عليا رح تاخد ايمن معها. لا ما رح يصير هيك، أنا رح أحكي مع فكرة وإذا ما اقتنع رح أخبر وحيد. لا ليش؟ أنت ما بتعرفي لفكرة، رح أقول لك شو دخلك. نحن بدنا نربط الحمار بمكانه الصح يا سكينة. سيد سالم أنا آسف بس لازم نستعجل شوي. أنا رح شوف فكرة لا تاكلي هم أنت. يلا سلام. يعني انت احسن؟ دخيلك يا رب بعد عنا المصايب. عادل جبت لك معي اواعي جداد. تفضل اخي لا تشغل بالك بشي بنوب. فرج عذبت حالك؟ لا ليش اجيتوا؟ خير؟ الأدلة قوية يا سيد عادل. ها؟ وكل شيء ضدك. ايه بعرف. اجيتوا لتخبروني؟ أخي حبيبي طول بالك علينا. الموضوع مو سهل بنوب. طلعتك من هون صعبة. بس محامي نجدت عنده خطة. شو هي؟ تعترف إنك قتلته. أنت ما بتعرف. سكروا الباب على رفاه وما عم يخلوها تتحرك. صبر شوي انا رح وصل الخبر لرفاه. يسلم انا معتمد عليك بهالقصة. ولا يهمك طمن بخاطرك. سلام فاروق. فاروق شو بده منك عمران؟ فاروق لو كنت مقتنع انه اللي عم تساويه مزبوط كنت انا ساعدتك فيه، بس هالشي غلط. اوعك فاروق لا تعمل هيك شي. فاروق افهمني انا خايف عليك كتير. اي لا تخاف غيرت رأيي. طمن وانا كمان شلت هالفكرة من راسي نهائيا. أنا بريء. ليش لأقول إني قتلته؟ إيش هالخطة هي؟ لا يا عادل هيك بيروح 3 سنين من مدة حبسك، وكمان إذا قلت لهم إنك ندمان بيروح 3 سنين، هيك صاروا 6، يعني أنت ما رح تضل طول عمرك بالسجن يا أخي عادل مو هيك؟ بس أنا بريء عم قلكن. هذا رأيكم؟ قول قتلته ليروح من حكمي 6 سنين؟ لا سيد عادل أنت بريء. بس الأدلة ضدك وبصراحة ما في غير هالحل الوحيد قدامك، وإذا رفضت ما راح يشملك أي عفو بالسجن. وهي عم قلك كل الأدلة ضدك. لازم فكر. تركوني فكر كم يوم. اسمعني أخي عادل، نحن همنا الوحيد إنه نقدر نطلعك من هون بأسرع وقت ممكن. يلا بخاطرك يا أخي.
خلينا نرجع. امشي. واخيرا رح نخلي عادل يوقع بالمصيده. نحن بنرميه بالبحر وهو ساعتها بيتمسك فينا، مو هيك؟ انا عندي مشوار صغير، يلا عن اذنك. مع السلامه. فكرات، فكرات تعال هون. وين كنت يا أزهر؟ رحت على البلد، كنت عم زور واحد رفيقي. والله مالك قليل يا درسان، عم تلاحق النسوان مو هيك؟ والله ما كنت مفكرك هيك أزهر. ابني ما في داعي تخبي على أبوك شي. شو بدي خبي عليك بابا؟ انت بدك تجدد حياتك الزوجية مو هيك؟ طبعا هالشي لأنك رجال، أكيد بتكون مليت وانت عم تتفرج على وش عليا كل يوم. لا تخاف يا ابني، أنا معك، بس لا تخلي حدا يشوفك، دير بالك. إيه بيقولوا امشي على التلج ولا تبين أثرك. أنت من وين عرفت بابا؟ أنا ما في شيء بتخبى عني. كنت بعمرك وبعرف الشغلات كلياتها. أيمن أيمن أنا بحبه كتير، لأنه مو حرامي وبينا مبكير. أنا بحبك. لا ما في تلعب فيها. لو انك ما رحت وسرقت ما كان تخانق بابا مع ماما بنوب يا ايمن. عقلك بيضل بالالعاب بسببك. امي ما بتهتم ببابا ودائما بتتخانق معه. هاتي ما في تلعبي. هاي لعبتي انا، اتركها. ايه هذا بكفي. شو بكن يا اولاد؟ انتوا ليش عم تتخانقوا؟ ستي إيه؟ مو لأنه أيمن سرق مزاري من محل عمه فخري تخانق بابا مع ماما. لا مو مشاني أنا، بسببك أنتي، لأنه ماما ما بتهتم غير فيكي. بس تعود، عود هون حبيبي، عود حبيبي. بيتخانقوا الأب والأم دائما وبعدين بيرجعوا بيتصالحوا، والأولاد ما لهم علاقة بهالشي أبدا. بعدين أكيد مو أنتوا السبب، اتفقنا؟ بس بابا بيضربها دائما. بلكي ماما راحت وهربت شي يوم من بابا. يا بتحدد علاقتنا او ما عاد نشوف بعض. فكرات؟ ليش حامل الخاتم؟ شايفي طالعة مع أحلاكي؟ هديل؟ شو اسم هداك الشاب اللي عطلع والناس اللي بيجيب لك ورد لهون؟ فكرت. ايه هذا هو. قلي لي لشوف شو رأيك فيه لهذا الشاب؟ أنا شايفة إنه بحبك. يمكن بسأل حالي أحياناً، هو شاب ظريف، ليش لهلأ ما تزوج؟ غريب. بلكي بتكوني أنت نصيبه. هديل اسمعيني منيح، أنا ما بدي مشاكل، لازم تهتمي بالزباين. إذا شي حدا نادالك بتروحي وبتقعدي على طاولته، ولا ما رح تقدري تدفعي كل الدين اللي عليكي. مفهوم؟ والله هذا باينته ما رح يتركك بحالك أبداً. والله تزوجي فكرة وهيك بتخلصي منه.
يا ريت بقدر، يا ريت. خبرني فكرات، انت شو بدك بالخاتم؟ انا رحت لعند الصايغ اليوم وقلت له مشان ينظف لنا اياهم مثل العالم والناس، قلن زمان. شو رأيك؟ بالله هيك مو احسن؟ في شي علي؟ ما في شي فكرات، لما سمعتك عم تقول هيك فرحت كتير. بس بترجعون ها؟ رفاه، انتي وفاروق ما بتعرفوا شو عم تساو. ليش اختي؟ في حل تاني برأيك؟ اتجوز جنكيز احسن يعني؟ ايه طبعا تجوزي احسن، بس لسه ما صار شي. اختي فينا نلاقي حل، بس اذا هربتي معه بتعرفي شو رح يصير؟ واذا ما هربت ساعتها بتجوز جنكيز بدل فاروق، وهالسبب لحاله بيكفي. رفاه اسمعيني، إذا هربتي فاروق رح يموت يا رفاه، هالمرة بابا أكيد رح يقتله. أنتي خايفة على فاروق ولا على أوس؟ أنتي عم تفكري بأوس مو هيك؟ ما عم تفكري فيني بنوب، أنا بقدر دبر حالي. قلتلك رح أهرب إذا قبلتي ولا ما قبلتي. دايما إن شاء الله. احكي معه. أنت مفكر هالموضوع سهل؟ أمك قالت لي كل شيء. اسمعني، إذا خطفتها هلأ فكر شو رح يصير بعدين وحسبها منيح. فكر منيح بمستقبلكم، لساتها صغيرة وهلأ هي ما بتعرف شي، وبكرة أكيد رح تندموا. بعدين رفاه بنت أخي وبيهمني أمرها، صدقني هالشي رح يسبب لكم مشاكل كبيرة ما نكون قدها. عم تفهمني؟ عمتي لا تخافي علي، أصلاً ما في حدا يساعدني، لا أخ ولا صديق. بقى شلون بدي ساوي هيك شي لحالي؟ فهمين. عمي حبيت اجي وشوفك، يلي عايش لحاله ما بيحب البيت وما حدا بيستنى ولا بيطبخ له، حتى اني ما عم باكل ابدا. اكيد لك عمران، انت ابن اخي، هون بيتك. الله يرحمك يا رمزي. تعيش عمي. جبت لك شوية برك. يسلموا. تفضل، هلأ ساويتهم، صحة وهنا. يسلم إيديكي مرت عمي. بس أنا بدي غسل إيدي إذا سمحتوا. إيه روح. شو في عمران؟ اسمعي رفاه، جهزي حالي رح تهربي. فاروق عم يستناكي بكرة، بدي اياكي تطلعي من البيت بعد الظهر ورح ساعدكن انا. ماشي؟ وانت ليش بدك تساعدنا؟ فاروق طلب المساعدة من اوس بس هو رفض، وبتعرفي هيك ما حدا رح يساعدكن ابدا. اسمعيني، انا بعرف شو هو الحب وشو هو العشق، ما في داعي ابدا تشكي فيني. ماشي؟ يلا جهزي حالك. يلا
خلدون خود بتحب تشرب كمان؟ لا شكرا بخاطرك. مع السلامة. مرحبا عمي. أهلين. تشرب شي؟ هلا كنت عم بشرب شاي. شراب كمان. شو عمي مو هون؟ خلدون جبنا اتنين شاي. حاضر معلم. شوف يا عمران، عندي خطة عمي. إذا ما بدك أوس لازم تنجح الخطة. شو هالخطة هي؟ راح نخطف رفاه. أصحك تقلي بدك تساعد فاروش؟ خلصنا أحكي عمران. مو أنا، أوس هو اللي راح يساعده. ابني لا توقف على الباب، فوت لعندي لهون. عمي انت كيف عرفت اني اجيت؟ ما في غير الاشخاص يلي ما بيقدروا يناموا من همومهم بيمشوا بالليل لحالهم، وانت لما اجيت على هالضيعة حملت هموم كتير على ظهرك مو هيك؟ روح كمل مشيك بلكي بترتاح شوي، هالشي بفيدك اكيد ويمكن بيتعبك الك وللشوارع. ابني لا تاكل هم، انا عم امزح معك. مين بده يوقف قدام دكتور كبير؟ واحد مثلي؟ الله يسامحك، ليش عم تحكي هيك؟ يلي بيعرف شو دواه ما بيمشي بالشوارع. انا ما بعرف شو ساوي، ما في شي عم يزبط، كل البواب مسكرة بوشي. اسمعني انت هيك عم تمشي، يمكن معك حق. طيب اللي انت وين دائما بتمشي؟ مثل كل شخص بهالدنيا، يعني على الارض. معناها شوف خطواتك، انتبه لتوقع بشي جورة او نهر او بشي وادي كبير. اتفقنا؟ والله ما فهمت عليك. اوس بما انك دكتور كبير معناها لازم تعرف قصة فرهاد. ها فرهاد وشيرين؟ ايه فرهاد عرفته؟ ايه، كانت شيرين بالقصر عم تخدم زوجة السلطان، وفرهاد كان مزعوج بس ما في بإيده حيلة، ما كان بيقدر يفوت على القصر أبدا. قديش كان عم بيتعذب وقتها؟ ايه والله كتير، هالمشكلة ما صارت مع حدا بالدنيا كلها أبدا. سأل كتير حتى قدر يلاقي ناس بالقصر. ايه شو كان بيشتغل؟ والله ما بعرف. ها كان نحات، وتعرف على اخت واحد معه بالمهنه. شو قال له فرهاد؟ في مجال تقول لاختك تساعدني خدمه الي لانه هي بالقصر. ومعقول هو يساعده على هيك شغله؟ طبعا لا، لانه بيقتلوه اذا عرفوه. قال له ما بقدر. بس شو كان اهم شيء بالقصه؟ شو قال له بعدها لفرهاد؟ أكيد قال له تراجع عن حبك. مو معقول فرهاد يتراجع عن حبه لشيرين؟ طبعاً. تعرف شو قال له فرهاد؟ قال له فرهاد إذا بتخليني أشوف شيرين ولو لمرة واحدة راح أعطيك الطريقة يلي كنت تطلبها مني دائماً، لأنه هالطريقة هي اللي خلتني أحسن منك بهالمهنة. احكي لي شو صار بعدين. أنا بدي أعرف، واحد بده يتعلم هالمصلحة والتاني بده يشوف شيرين. روح كمل مشي يمكن تعرف. فكر منيح بتعرف شو صار. يلا قوم، يلا يلا. يعني مصر ما تخبرني شو اللي صار؟ أنا واحد مسكين وأنت دكتور كبير، لازم تعرف أكتر مني شو صار. يلا يلا بسرعة، يلا مع السلامة.
سلامة. سيد سالم، شو بتشرب؟ أنا جاي لعندك بشغل مو لحتى أشرب. أنا أجيت لقلك إنه نحن جاهزين. بالنسبة إلنا هلأ صار الوقت المناسب. ما فهمت. والله وأخيرا فرجت يا حضرة المحامي، أو سوئع بالفخ، وهلأ صار تحت رحمتنا نحن. صار فينا العصر عصر بإيدينا. بيقول المثل يلي بيضحك بالأخير شو هو اللي بيضحك كتير. اسمعوني، أنا رسمت لكم على اللوح عيلة، وهلأ رح نحاول نعرف العيلة بشكل أكبر وأوضح. أستاذ أنا بكتب عنك. شكراً، لأنكم عم تتعلموا فأنا ما بحس بأي وجع. تفضلي. إيه منكمل. العيلة مثل البناء، أول شي منعمر فيها الأساسات، وإذا كانت الأساسات مو ثابتة منيح فهالبناء حتماً رح يوقع على الأرض بالكامل وينهار. والعيلة نفس الشي تماماً، لازم الكل يكون متعاون، الصغير والكبير. خدوا هالمثال، برأيكم في رابط بين العصفور وحيوان الكركدن؟ واحد ضخم والتاني حجمه كتير صغير. أكيد عم تقولوا ما في، بس يا شباب إذا العصفور ما أكل الدود يلي بإذن الكركدن فأكيد رح يموت من الجوع، والدود رح يفوت لإذن الكركدن ويموت هو كمان. شفتوا؟ مع أنه في فرق كتير كبير بيناتهم، بس هالشي ما دخله. هن اتنين بحاجة لبعض، والأشخاص اللي بالعيلة نفس الشي، كل واحد بيكون بحاجة التاني. العيلة مو مثل الكركدن والعصفور لأنهم حيوانات، ونحن طبعا بشر عنا عقل ومنفكر منيح، ما هيك؟ ما فهمتوا؟ رح وضح لكم. ما في تلعب فيها، لو انك ما رحت وسرقت ما كانت خانق بابا مع ماما بنوب. يا ايمن عقلك بيضل بالالعاب، سببك امي ما بتهتم بابا ودائما بتتخانق معه. مزبوط. شو ايمن؟ ولا شي، بس الكلام يلي قلته مزبوط. مرحبا، فيني شوفك اليوم؟ ما بعرف فكرة، لأنه أنا تعبانة شوي بصراحة، ما بقدر إني شوفك. بس نحنا اتفقنا إنه إجي على الكازينو اليوم. ماشي، بشوفك بالبيت. قلت عندي مفاجأة. فكرات؟ وينك؟ شو قلي، مع مين عم تحكي؟ يلا خاطرك، مع السلامة. هذا رفيق قديم. قلت لي رفيقك؟ أيامك. ماشي خاطرك. أهلين عمران، طمني شو صار معك؟ أنت لا تأكل هم، الأمور تمام ورفا صارت بتعرف. طيب شو بدنا نساوي هلأ؟ اسمع، اليوم بسيروا عمي على القهوة، بروح لعند رفا وبلهي مرت عمي، بعدين بتهرب رفا. وأنا شو بدي ساوي؟
طول بالك شوي. انت روح استناني عند الخرابة ورفاه رح تيجي لعندك، بعدين رح اخدكن على البستان وهنيك منشوف شو رح نعمل. ماشي. عن جد شكرا. ما رح انسالك اياها يا عمران. لا يا فاروق، الصديق بيبين بهيك مواقف. المهم اهم شي لا تنسى موعدنا. ايه يلا بخاطرك. مع السلامه.